رجعنا لكم مشاهدينا بعد فقرة عبد اللطيف المشاكس، واليوم معانا فقرة جمالية وضيوفنا أكيد جميلات. نرحب بسيدة الأعمال وخبيرة التجميل عبيرة ياسين مع والدتها المربية سعاد الحمود صاحبة حضانة بيت سعاد للاحتياجات الخاصة. حياكم الله ومبارك عليكم ما تبقى من الشهر. علينا وعليك. علينا وعليكم. منورين بغبقة الحمراء اليوم. تسلمين. حياكم الله كل عام وانتم بخير، وبعد ما جيتوا ايدكم خالية، يعني ما شاء الله الغبقة الجميلة اليوم من ايدك استاذة سعاد. طبعا تسلم ايدك. ما قصرتي صدق، ما قصرتي. يمكن قبل كم يوم كانت غبقتك عبير وما قصرتي، كرمك الله. يعني كانت جمعة حلوة، جمعتي فيها كل مشاهير السوشيال ميديا واصدقائك واحبابك واهلك، والكرم هذا مو شيء جديد عليك اكيد حبيبتي. ما قصرتي والله، استنينا شفناكم كلكم، ما قصرتي على هاليمعة الحلوة. تكثر هالجمعات برمضان، واكيد والدتك مربية صاحبة بيت حضانة بيت سعاد للاحتياجات الخاصة. نعم. حكينا اكثر عن بيت سعاد. والله يعني أنا بالأصل كنت مراقبة رياض أطفال. نعم. يعني لباقة وبالتربية كنت بالأصل مدرسة علوم رياضيات، كنت أنتج أفلام تعليمية وأسوي فعاليات، وكنت متواصلة مع المعاقين. نعم. يعني صار لي 10 سنين أروح في الصباحية مع الرعاية النهارية، أروح الشؤون، لأن تدري كانت رياض الأطفال كانت تحت أمرتي للحضانات المدارس الروضة. فالأيام مثلا يوم المعاق ولا الاحتفالات سوي لهم برنامج وودي لهم هدايا، وكل فكري أني أنا راح أسوي لي حضانة نورمال. نعم. يا سبحان الله، يعني 3 مرات أبي أسويها. يعني كانت الله ما يكتب، كانت نورمال عادية. نعم. بس سبحانه، يمكن الله كاتب لي أني أنا أتجه حق المعاقين. يعني ما شاء الله، يمكن لأن الله حاب للخير يا رب. إن شاء الله يعني ما في أحد برياض الأطفال ما يذكر الأستاذة سعاد الحمود صاحبة الابتسامة الشرحة، وأكيد اللي محتضنة الأطفال. اسمك لبصمة كبيرة في رياض الأطفال أكيد. فقبل لا أتقاعد، والله أنا قررت أني أنا أتقاعد وأسوي يعني شيء حق نفسي. الواحد لما يكبر لازم قبل التقاعد يفكر أنه شنو يسوي. قلت بسوي حضانة، وعلى أساس أنه نورمال. ما أدري، يا سبحان الله، قعدت من النوم لا أنا أبي أسوي احتياجات، وما شاء الله يعني سويتها والله بارك لي فيها، وايد مستانسة صدق. أني أنا للحين ما خذيت مردود، بس المهم حققت أمنيتي لأني أنا أنشئ لي دولة كيادة. راح نتكلم أكثر يمكن عن هذه الحضانة بعد شوي، لكننا بننتقل للحق عبير. سويتي قبل فترة الغبقة رمضانية مثل ما قالت زميلتي لولو عنها. أثر التواصل هذا اليوم مع مشاهير السوشيال ميديا وأيضا الفنانين وكل اللي كانوا حاضرين فيه، شو شايف أهمية التواصل بالنسبة لك كخبيرة تجميل في شهر رمضان الكريم؟ يعني أكيد، يعني هي الغبقة أصلا يعني حفتة في تاريخ الكويت، إن عشان تصفي القلوب برمضان، الناس اللي مو شايفهم من زمان لازم تشوفهم. يعني كان شيء وايد حلو. إنه وعلى فكرة هذه ثاني سنة أسويها ناجحة. أنا بلشت العام، لأن إحنا كنا نسوي غبقة عادية يعني صج كبيرة بس في البيت، حبينا تكون كوربريت رسمية، تعاوننا مع الشركات، كل اللي تعاونوا معاي شركات وسوشيال ميديا، يعني حبيت مثل يعني هو مثل شكر. وحتى النكسة اللي سويت لهم إياه حاولت أسوي نكسة كبيرة، كانت وايد حلوة. أنا حضرت وإن شاء الله تجمعنا فعلا، استانسنا وأكرمك الله فعلا يعني الكرم، واستمتعنا إن لقينا ناس يمكن ما شفناهم صار لنا فترة. جزاك الله خير جمعتينا. أنا صوتي رايح من أمي، كنت قاعدة بالبيت، يعني مو مثل أوتيلات ولا صح. تحسينها يعني حلوة ما شاء الله عليكم. حايفين حوف، أنا كنت أحد الضيوف وحفتونا حوف والله، كنا بيتكم مكانكم. مو غبقة عادية مثل ما قالت عبير، يمكن غبقة ما كانت عادية. أستاذة سعاد، اليوم يوم تشوفين ما شاء الله عبير يعني واصلة لهذه المرحلة، تذكرين طفولتها، الأيام اللي كانت وهي صغيرة، شنو الأشياء اللي كانت تميزها؟ والله ما شاء الله عليها، أحسها إن هي كأنها يعني أنا معاها كأن خوات. صحيح. مو أم وبنت، يعني وايد علاقاتنا مع بعض. يمكن لأن أنا البكر بعد. ولو حتى لو، بس مو مثل كذي يعني أنا أقول من كثر حبنا مع بعض صرنا نتشابه. نعم. وايد يعني هذا علاقة الروح، عرفتي؟ جذبنا موضوع. أيوة جذبنا موضوع سر الرشاقة والجمال. هذا هذا السؤال أنا مجهزته لك، قلت أنطر اللقاء عشان أسألك. عبير ما شاء الله سيدة أعمال وخبيرة تجميل، يعني مثل ما يقولون ابن الوز عوام. فكانت شيء الرشاقة والجمال. لا بتقولي لنا السر. يعني أنا أقول شوفي، ما شاء الله عليك، الإنسان لازم يهتم بنفسه. يعني
ما تقصرين عن بيتك، عن عيالك، عن صديقاتك، عن أهلك، وبالتالي لازم تهتمين بنفسك. أنا أقول يا سبحان الله، يمكن من يقول أنت شنو مسوية شنو مسوية، أقول لهم الضحكة والشفافية اللي عندي يمكن هي اللي تعكس الروح. نعم. يمكن أنا مو ذاك الزوج جميلة، لا بس روحي حلوة. ترى الإنسان والله يا ما ناس جميلين وتشوفين بيرفكت، مو قاصرهم شيء، بس حتسين دم يعني. صحيح. ما فيهم روح، نقول ما فيهم إمرأة. صحيح. بس أنا لا والله سلسة يعني، الحمد لله. وانعكست يعني يمكن هذه الشخصية أستاذة سعاد وعبورة اسم الله عليها، من كثر ما احتكاكتي احتكاكها معاي صارت بعد أفضل مني. حلو. يعني أنا اللي أحبيت يعني أتشبه فيها. هي قاعد تقول قبل شوي أنا كنت أبوق مكياجي شوي أصلاً. كانت مكياجي سويت تمشط شعري، عرفت؟ ما قيت إلا يوم من الأيام تصير يعني ميك أب أرتست. صحيح. بالعكس الحين السؤال، بالعكس هي أول شيء قاعد تقول أنا البتشر، أنت بتبين إن هي الأقرب من خواتها. يعني. الوحيدة. الوحيدة بعد. بنتي. ما في بنات. خالد مدلل. يمكن عادي. أبير شنو اللي بالعكس، شنو اللي أنت أخذتي من الوالدة وتعلمتي منها وأخذتي من شخصيتها؟ ترى الأم اليوم بلقاء تلفزيون تحب تسمع الكلام هذا اللي يطلع من قلبك. صح. لا يعني كمجالي ما شاء الله هي أمي مثابرة، تدرس وايد، حتى إذا ما عندها دراسة تدش أي كورس أي نشاط. يعني تعلمت منها هالشيء إن هي مثابرة تحب الدراسة يعني على طول. صح. تبني أنا يا من مصر قاعد أقدم الدكتوراه، والله قزرت ثلاثة أسابيع بليلة قبقتها، تصبح الساعة 5 وقبقتها المقرب علشان هيت خلصت من الامتحان، تفطرت برت الطيارة وين أنا مع أبوها. بعد أبوها بعد ما قصروا علي كان معاي. ايه؟ يعني صعب أني أنا أخليه برمضان. صحيح. وهم وعلي بعد برمضان بروحهم أول مرة أخليهم. ايه؟ كل عقب الفطور ها سويته من ياكم من وقت شنو كنت رضينا فطور ليلة أحس صغار سيدة أعماله للحين تشوفك بنيتها الصغيرة. ماكو قلب الأم، ماكو أي شيء. والله وأكيد هي علمتني الستايل وعلمتني المكياج ولا شيء. ما شاء الله عليك. قاعد نشوف تقارب بالستايل يعني كثير من الأمهات والبنات تقول أنا أشبه أمي، الأم تستانس تقول لا بنتي طالعة علي، والبنت تقول أنا طالعة عليها. صح. يعني ما شاء الله كثير بعد في تقارب بالأطباع بينكم مو بس بالشبه. صح. الله يحفظكم. كثر ما احنا محتكين مع بعض يعني. الله يتمم عليكم. لما تخلص شيء على طول تخلص شغلها انت عاد الحين انا بنام وراي دوام يما إيه؟ وتقعد تقرا انا سويت كذي انا سويت صار عندي شيء. عرفت شلون كانه تجمع يومك إيه؟ للي ما عندنا علاقه اجتماعيه يعني انا وهي بالبيت وايد يعني كنا خوات. اتمنى ان هي اختي يعني. دام يمكن قاعد اتكلم عن هذه الصفات المشتركه، نبي الصفات اللي انت تحبينها استاذه سعاد في عبير. عبوره ما شاء الله عليها. والعكس نبي ترى يعني بعد الصفات اللي ما تحبينها. اي عادي قولي. اي لا عادي اقول بس لا تطفي فيني وايد. لا ما طفيت، بالعكس يعني احب فيها ما شاء الله عليها، تتكل عليها. يوم اللي انا مثلا سافر انا مع ابوه يعني والله اقول ست بيت يعني ما شاء الله تركز. لما بقيت اسافر اقول لها عبير ما اقدر اخلي اخواني، شاء الله الله فيهم ماما قاعد عندهم. تقول يما انت ايش فيك؟ بسم الله عليها يعني حتى تغير بالبيت تسنع فعلا ام بيت يعني تتكل عليها. حلو. وما عندها يعني وايد مو بخيله، وايد تبذل تعطي. هذا شيء والله سخيه. والله شويه بحكم بالعكس. والله والصفه الثانيه الصفه اللي ما تحبينها. الصفه اللي ما يعني مثلا لما اقول لها شيء تحط ببالها هي الصح يعني حسبالها لما انصحها اني ان هي غلطانه مو غلطانه يعني اقولها انا امك في كومنت لازم كل انسان يعني يسمع اني النصيحه اني كذي وكذي فهي تزعل تحس نفسها لا انا شلون كذي انا مو كذي. صح. مو كذي يعني اعطيك زياده وجهه نظر. انا اقولها لما اقول لك انا مو اقول لك كاني إيه انا من دفين انا اقول لك كاني انا كاستمر انا زبونه انا زبونه احط نفسي دائما يعني. فانا طبعا لما انتقدها انتقدها كزبون يعني صار كذي سوي كذي لا لا ما يعني صدق الحكي عبير صدق الام ما يخيب عبير ذات الام ما يخيب. فانا لما اقول لك مو اني انا انقدك يعني اني انا ابيك يعني افضل واحده بالدنيا اكيد ما حد يبي مصلحه البنت كثر امها. اكيد اي والله لكن احنا فينا شويه العناد هذه لا او مثلا تبع قلبنا بس هي لو تقول كذي بس بعدين تسمع الكلام اي تسمع الكلام عاد وهي مو محتاجه ما شاء الله نصيحه نشوف ساعات شيء صح أكثر. إيه يعني. إيه كل إنسان حسب له هو الصح. أكيد. بعدين لما تقعد بروحها
تحس انه اي فعلا يعني كلام صح. نعم عبير، شنو دورك كان في بيت سعاد، حضانه بيت سعاد؟ هل كان لك دور في الوالده والخطه اللي خذتها من الاحتياجات الخاصه؟ وايد يعني اكيد. شنو هو انا خطيت لها السوشيال ميديا الدعايه الاعلام مني كلها. لا وكل شيء اي تي كذي خذيتي منها حب الاطفال والتواصل مع الاطفال. انا خريجه كمبيوتر ساينس فتستشيرني شنو برنامج احط شبكه ما ادري شنو. ما شاء الله سيدة اعمال وخبيرة تجميل وكمبيوتر ساينس. لا وعلي ولما اروح اقدم امتحانات هي تستلم الحضانه، سوت لي الممر، سوت لي اشياء، عرفتي سوت الديكور يعني يعني ديكورات تدخلت فيها. حلو. وعلاقتك بالاطفال، تحبين الاطفال مثل أكيد. الوالده خذيتي هالشيء من الوالده؟ اي اكيد احب الاهل، تموت عليهم تموت عليهم. اليوم يمكن ابي اقول حق الاستاذه سعاد، اليوم بعد سنتين من حضانه بيت سعاد، هل انت سعيده اليوم بهذا المشروع اللي قمتي فيه؟ يمكن في صدفه شوي قلتي ان اتجهتي الى احتياجات الخاصه، ايش كثر اليوم انت سعيده في مثل هذا المشروع؟ وايد وايد يعني، حتى لدرجه ان في ناس من كثر ما مشهور يعني بيت سعاد وما شاء الله يعني العدد اللي حصلته من الاطفال، يمكن في ناس 8 سنين ما حصلوا العدد هذا. نعم. فيايين يبون يشترون يعني الحضانة، أقول لا هذا أول ثمارة جهدي، شلون أعطيها كأني أنا أقدم لهم بيت سعاد بطبق من ذهب؟ إيه؟ لا أنا ما تهمني الفلوس، مع أني أنا ما لحد الآن ما حصلت مردود. نعم. إحنا عندنا المعاقين هم اللي يتكفلون في الأطفال الكويتيين. نعم. والباقي في ناس اللي يسجلون على حسابهم. نعم. ما سات أقول لا لا والله، فعاد أنا قاعد أقل السعر، أقول لا ببيع 600-700 ألف عشان ما حد يشتريها. لا ما شاء الله عندهم تقبل، أرفع السعر على أساس إنه يعني أقول ما حد يبي، بس ما شاء الله أشوفهم متقبلين يعني. أيه. لأن وايد تكنولوجيا وايد تعبت عليها، حطيت ثمرة جهودي ونجاحي ودراستي وخبرتي كلها فيها. وايد تعبت، سويت سلسلة روم، غرفة الحسية حق المعاقين، علاج المعاقين، عملت غرفة سينما متكاملة للدورات التدريبية. نعم. والعرض والاجتماعات مع المعلمات. حلو. يعني كثير من الحضانات يحطوا الكراسي البلاستيك، لا أنا لا خشب، والطوف كلها ملبسة سفنج وحمام سباحة، يعني كل لا يقولوا لي تأهيل. حتى يشوفون يقولون إيه أنت مثل بنت شعبير كلها تحطين شيء هاي. قلت إحنا ستايلنا كذي، عرفتي؟ لأن أنت تحبونها شيء فقعد تسوينا من قلبك كل بيتك، عرفتي؟ اي والله. يعني يمكن عبير شايك بالحضانه اللي سوتها الوالده. اي ما شاء الله وايد حلوه. وبعدين انا في اشياء ما كنت اعرف عن يعني اطفال الاحتياجات الخاصه، في اشياء ترى احنا ما نعرفها، فيعني الحين انا قمت اعرف صار عندها خبره حتى اليوم. يمكن هذا دور يعني انواع الاطفال، اعاقاتهم، يعني قاعده اتعلم. صحيح. اتعلم حتى حق معلوماتنا العامه شيء وايد مهم. نعم. انت هم اليوم وانت قاعده تعلمين يمكن عبير هذا الدور انت قاعده تقومين فيه من خلال الاعلان في السناب شات، دور اجتماعي جميل تقوم فيه يعني خبيره تجميل وبنت كويتيه. نعم. وسوينا لجنه تبرعات عن الافتتاح، حاولنا نجيب يعني جهات وايد. نعم. ان نسوي تشاريتي وكذي حق الطلبه، مع انه شيء ما له شغل بالمعاقين. نعم. بس انه عشان ابي طالبات الكويتيون. نعم. فسويت انا شيء جامع المتعففين. ايه. سوينا لهم حب الخير. نعم. كانت معنا الدكتور مشاعل صديقه عبوره بالجامعه، فجمعنا له الملابس، كويناهم وعلقناهم مع عبير ومع ربعها والله، وكل هدوم جديده وكل عطيناهم حق البنات يعني بنات حتى قلت حق مصممات يابو اغراض يابو فساتين عرس واشياء حق الناس اللي يعني ما عندهم وتو بعدين عروس، عرفتي؟ فعل خير شهر فضيل واكيد مو غريب عليكم الخير والكرم هذا. عبير سعيدين جدا بوجودك مع الوالده الاستاذه سعاد الحمود، يعني فعلا اليوم نورتونا، وهذه اول طله حق عبير من خلال شاشه تلفزيون الكويت. سعيدين جدا بوجودكم معنا، واكرمكم اكرمكم الله، وشكرا لازم تاكلون اليوم شوف هذه التورتيلا تستنيدك هذه الجيمات طبعا
الكريب لازم حق التورتيلا، وايد حلو الافوكادو بعد الهواء على طول هجوم انا ولولو. يعني لنا اكل حلو وطلتكم ما شاء الله حلوه، وانتم احلى ما شاء الله عليكم. لا اله الا الله ما شاء الله. شكرا والله، ما عليكم زود، انتم الاحلى. انت شلو جتبي جربتك من وين اليوم؟ غدير البرجس. غدير نوجه لها تحيه، نوجه لها تحيه اكيد صديقتنا غدير برجس. وهذا الحلو بنات الكويت ما شاء الله عليهم، يعني اي والله ذوق يعني ما شاء الله غدير. انا اقول الشباب وبنات الكويت يعني من افضل يعني مو دول الخليج بعد العالم. نعم ما شاء الله طموحين. ما شاء الله. يعني انا مصر قاعد اقول لهم، اقول احنا تعبنا، اقول تعالوا شوفوا بنات الكويت ما شاء الله تشتغل الصبح والعصر فنشست. اي ما شاء الله تدور تسوي. انا استانس والله واشجعهم يعني. اي والله ما ادري يعني مشكوره لهم. الله يبارك لهم والله. مشكوره والله. وهالدراري الحلوه اكيد تزهونها ما تزهاكم. بعد عمري. والحين راح ننتقل حق فقره الدراعة. قبل لا انتقل الدراعة نبي نعرف انت دراعتك من وين؟ ما قلتوا لنا. انا دراعي كل يوم انا اسويهم نفس اليوم حق انا اعرفها من اكونتك. صح ما شاء الله وايد حلوه. وهي شهادة اعتز فيها من اصحاب ذوق اكيد صاحبة ذوق حبيبتي علي. انت يعني شكرا. انت تسوين الدراعي ها؟ انا اسويهم ما شاء الله. انيقة جدا. شكرا ما عليكم زود والله شهادة اعتز فيها. تستاهل. معنا الحين فقرة الدراعة ننتقل مع مشاهدينا نشوفها، ومعنا المصممة دلال معرفي ونشوف دراعة اليوم، وكل يوم دراعة.